عدد ديال الطفلات غادي يتم تزويجهم وغادي يتم الزج بهم في حياتهم ما اختاروهاش. تقولوا باللي باقه ظاهره الزواج القاصرات بزاف في الدول. الطفله ليست مؤهله لتحمل اعباء الزواج. الزواج القاصر انا في رايي بانه فعلا اغتصاب للطفوله. هاد الفتاه اللي كتجوز 13 عام من الناحيه الطبيه كاين مشاكل كثيره اللي خلص طرح بالنسبه لهاد الفتاه هذه. الكارثه ديال الزواج القاصر كارثه. الفتاه اصبحت في يد بعض الاباء للاسف الشديد بمثابه سلعه تباع وتشترى. كل هذه المعطيات واخرى تتابعونها في 45 دقيقه في حلقه بعنوان زواج القاصرات الواقع المر مساء الاحد على الاولى